إعلام الهلال كان قائما بحرب شعواء على محمد البكر شعواء. تمام. فقام الأمير عبد الرحمن سعود زهمني وهذا محمد ويش موجود وأسأله، قال أنا والله محمد أنا حطيت رجل الإعلام بس أخاف يعتب علينا ولا يزعل، وتعرف محمد أنا ما ودي وكذا، أبغاك تروح لمحمد الدويش تطرح له هل ممكن يتنازل عن رئاسة اللجنة الإعلامية وأعطيها محمد البكر. ورحت لمحمد الدويش في الجريدة، جاء قلت والله أبو خالد سلم عليك يا محمد إيش رأيك، أبو خالد يبغى يحط محمد البكر يعني كرد الجميل وكذا، رئيس اللجنة الإعلامية لتكريم الأمير فيصل على مستوى 153 نادي، شفت ولا لا؟ فمحمد البكر كان رئيس اللجنة الإعلامية لتكريم الأمير فيصل بن فهد وبنادي النصر، وأسأل الإعلاميين النصراويين من كان يديرهم في ذلك التكريم وذلك الحدث.